ودلوقتي مشاهدينا جاء ميعادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، ونبتدي نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي اختتم استعداداته لمباراة البنك الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر. وعقد كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة. اللعيبة أدت تدريبات بدنية وكمان تدريبات خاصة وقوية لحراس الفريق بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. منتخب مصر الأول لكرة اليد أنهى مشوار الدور الرئيسي في بطولة العالم بهزيمة قدام الدنمارك بنتيجة 30-25 عشان يحتل بيها المركز الثاني في مجموعته بعد ضمان الصعود لربع النهائي. بالنتيجة دي منتخب مصر هيواجه السويد مستضيف البطولة ومتصدر مجموعته ضمن ربع النهائي يوم الأربعاء الجاي. مستنيين مباراة جامدة وكل التوفيق لمنتخبنا. عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد كشف تفاصيل إصابة يحيى الدرع لاعب منتخب مصر في مباراة امبارح مع الدنمارك. أمين صندوق الاتحاد قال إن باروندو المدير الفني لمنتخب مصر فضل إن هو يريح يحيى الدرع بعد ما تعرض لكدمة بسيطة في اليد، واللاعب جاهز لمباراة السويد في دور قبل النهائي. أما بقى الاتحاد الهولندي لكرة القدم عقد مؤتمر صحفي عشان يقدمه رونالد كومان المدير الفني الجديد لمنتخب الطواحين، واتكلم فيه عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة الجاية بعد العودة لولاية تانية بيتطلع فيها الجمهور عشان يحصدوا العديد من الألقاب الأوروبية والعالمية. رونالد للمرة الثانية راجع للإشراف على الطواحين بعد فترة أولى ابتدت في 2018 ولغاية 2020 ووصل فيها نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019. النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي اتصدر قائمة مميزة في بطولة الدوري الإنجليزي بعد قيادته للسيتي للفوز على وولفرهامبتون. سجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثلاثية مان سيتي ضد وولفرهامبتون عشان يعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، وده برصيد 25 هدف وبفارق 10 أهداف عن هاري كين الوصيف. مع آخر أخبارنا، نادي أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني أعلن أنه تعاقد رسميا مع المدافع البولندي جاكوب كويور القادم من سيبيزيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأرسنال ذكر عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع جاكوب وهو جاي من صفوف سيبيزيا الإيطالي بموجب عقد طويل الأمد. نشرتنا الرياضية كده خلصت، لكن فقراتنا لسه مستمرة. خلينا نرجع لمصطفى والباسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا وباقي فقرتنا الرياضية. اتفضل. شكرا لك يا من.